تعال نروح على نيوز ويك، واحدة من كبريات المجلات على مستوى العالم، ويمكن تقريبا أكبر مجلة بالولايات المتحدة الأمريكية. نيوز ويك عملت احتفاء حقيقي يعني بالاكتشاف الأثري الأخير على إيد البعثة المصرية الألمانية المشتركة. بالمناسبة دي يعني صور لما أو لبعض الأمور التي تم اكتشافها من خلال هذه البعثة. احنا معانا على التليفون دكتور مجدي شاكر، كبير المفتشين الأثريين بوزارة السياحة والآثار. يا دي النور يا دي النور، ألف مبروك والله ينور. الله يبارك في حضرتك، وبعد حضرتك زي ما حضرتك أبهرت كده بأسوان، نفسي حضرتك تروح مكان هذا الكشف، لأنه في سوهاج، وسوهاج حضرتك هي يعني بيسموها كده كعبة المصريين القدماء. يعني كل الحج دي مكان الحج بتاع المصريين القدماء، لأن قبر المعبود أوزيريس اللي هو معبود الموتى موجود هناك. سوهاج فيها من أهم المناطق في مصر، سواء من الآثار أو السياحة، فيها طبعا أديرة مهمة جدا جدا. فيعني بدعو لحضرتك يعني تروح لسوهاج، هذه المنطقة الجميلة اللي تم فيها هذا الكشف، اللي هو يعني بيلقي الضوء على فترة مهمة جدا من التاريخ المصري. حضرتك فيها كانت مشكلة، طالما قلت أوزيريس أنا أصلا من وأنا طفل صغير كنت فاسينيتد بالقصة أو الأسطورة بتاعت إيزيس وأوزيريس وحورس وست وهكذا. فأنا الأسطورة بالنسبة لي حاجة يعني ما أقولكش، يبقى جاي سوهاج بس يا رب الحق اجي قبل ما الصيف يخش، انا ما بقتش حمل شمس بصراحه. احنا عندنا عيد الحب جاي الاسبوع الجاي، واذا قلنا الحب والفالنتاين فاحنا عندنا ايزيس، هي رمز الجمال والحب والوفاء طبعا. المراه المصريه يعني اللي عاشقت زوجها، وطبعا يعني عندنا مهمه جدا في هذا الاطار. ولكن الكشف هو طبعا بيكون كل للاسف اللي بنلاقيه لاثارنا هي كلها حاجه جنائزيه، يعني بتلقيش الضوء على الحياه في مصر القديم. نفس بياكلوا ايه، بيتعلموا ايه، بيعرفوا ايه. ولكن هذا الكشف اهميته 18,000 وثيقه، وهي استراقه، واللي عشان بس المشاهد يعرف ان استراقه هي كسر الفخار وكسر الحجر، لان البرد كان غالي جدا، فكانوا بيكتبوا من الحاجات البسيطه، النوتس دي كانوا بيكتبوها على الاستراقه اللي هو الحاجات اللي هي البسيطه اللي هي الشقف والاحجار. فهم لقوا 18,000 وثيقه، اهميتها اللي هو في معبد الملك بطليموس ال 12 اللي هو والد كليوباترا السابعه اللي كلنا طبعا بنسمع عنه. فال 18,000 وثيقه يمكن اجمل حاجه فيهم، بمناسبه يعني المشروع حضرتك بتتكلم عن تطوير التعليم، ان هو لقوا فيه مجموعه من تدريبات الطلبه، لقوا مدرسه جوه المعبد، لقوا مجموعه من تمرينات الطلبه. الطلبه كانوا زمان بقى بيتمرنوا على ايه يا استاذ يوسف؟ كانوا بيتمرنوا على الحاجات الحسابيه والحكم، ويمكن اجمل حاجه لقوها، لقوا زي عندنا دلوقتي لما احنا بنقول في مثلا ارنب به بطه، لقوا برضو كده ان كل حرف من الكتابه المصريه القديمه ما يمثل له الحيوان او الطير اللي هو يشبهه. لقوا مجموعه من الحسابات، مجموعه من الحاجات اللي هي حسابات الاكل الشرب، بتلقي الضوء على فتره من 50 قبل الميلاد لغايه القرن السادس الميلادي، احنا بنتكلم في حوالي 600 سنه، فبالتالي هي فتره مهمه جدا جدا ان نعرف كيف كان اجدادنا في هذه الفتره بيتعاملوا من خلال هذه الوثائق، هامه جدا. ويمكن احنا بقى لنا اكثر من 100 سنه ما لقيناش مثل هذا الكشف، لان كان زيه في منطقه دير المدينه في الاقصر، فان احنا نجد كشف مماثل ليه ويمكن اضخم واهم. فاحنا قدامنا كده سنوات عشان نعمل ترجمه لكل هذه النصوص، لان بعض هذه النصوص باللغه المصريه القديمه، وبعدها بالهيراطيقي والدموطيقي وحتى القبطي واليوناني والعربي. فاحنا عندنا وثائق كتير جدا، في حاله ان شاء الله اكتمال يعني دراستها ومعرفتها، اعتقد ان هي هتبين كيف كان الاولاد في مصر القديمه بيتعلموا اهم التمرينات اللي كانوا بيمارسوها، المعاملات اللي كانت موجوده في البيع والشراء والحسابات والداحيه الاقتصاديه، وبالتالي في النهايه هنقدر نعرف كيف كان الاجداد بيتعاملوا اقتصاديا وتعليميا وفنيا. فانا شايف ان هذا الكشف او اهتمام مجله ميوزيك بيه هو في محله، لان احنا مشكلتنا كانت في مصر كيف كان يعيش والاقدمين، فان احنا الوثائق دي هتلقي الضوء على فتره مهمه وعلى جزء مهم من التاريخ المصري والحياه في مصر القديمه. هل ده اول مره يبقى في عندنا اكتشاف متعلق بالحياه اليوميه لقدماء المصريين؟ احنا لقينا من يعني يمكن من فتره لقينا في منطقه اسمها دير المدينه، لان دير المدينه دي كانت برضو بتشمل العمال، كان عايش في مدينه عمال. كانت العمال اللي هم كانوا بيبنوا في وادي الملوك، فبرضه وكان في بير ميه، فالبير لما جف بداوا يرمي فيه الوثائق بتاعتهم، فالوثائق دي برضه قدرنا نعرف. فدي يمكن تاني كشف في يعني التاني كان في القرن العشرين، فدي يمكن الاخطر واهم في القرن الواحد وعشرين، فبرضه دي مهم جدا ان احنا نعرف كيف كان يعيش المصريون، فدي مهم جدا. ويمكن اجمل حاجه في الكشف ان هو بعث
مصرية ألمانية، ودي مهم جدا ان الفرق المصرية بدأت تتقدم وبدأ المصريين يبقى لهم مجال مهم في مجال المصريات. ويمكن الثقة لحضرتك يعني شفناها في واحد سنة 21 كانت مهمة جدا، كثير من الكشافات الايفنتات اللي تمت سواء المومياوات او الكباش كلها تمت على يد المصريين. كمان الترمامات اللي بتتم دلوقتي، حضرتك لو رحت الأقصر في معبد الكرنك الزملاء المرممين عاملين معجزة، معبد إسنا نفسي حضرتك تروحه. ويمكن السيد رئيس الوزراء كان عنده اجتماع مع السيد وزير السياحة في هذا الإطار تطوير مدينة إسنا، هذه المدينة الرائعة في معبد هناك مهم جدا برضه بيعملوا عملية ترميم والألوان. يمكن برضه استاذ يوسف عشان وقت حضرتك، يمكن في هذا الكشف اللي حضرتك بتتكلم عنه احنا مشكلتنا كانت في الألوان، وأتمنى من خلال برنامج حضرتك يبقى عندنا أحد الشباب اللي هو بتاع الكيمياء يشوف الألوان في مصر القديمة ويعمل لنا الألوان المصرية. يعني لقوا إن في ست ألوان، الألوان دي كلها مستمدة من النباتات الطبيعية ومستمدة من المعادن الطبيعية. وحضرتك ده أكيد دخلت المقابر وشفت طبعاً الألوان رغم مرور آلاف السنوات زي ما هي. فأتمنى يكون عندنا مصنع مصري بالألوان في مصر القديمة، يعني نجيب نفس المواد ونعمل لها عملية تطوير ويبقى عندنا كده حاجة عالمية ما مش نجيبها من الخارج. وبالتالي هذا المشروع أتمنى أن ينفذ لأنه أعتقد أنه هيبقى مشروع مهم، وهذا الكشف ألقى لنا الضوء على بعض هذه العناصر اللي هي جانب الألوان اللي هي ما زالت حية وموجودة، ومجرد ما حضرتك بنشيل عنها طبقة السناج أو التراب بتظهر لامعة وبتستمر لآلاف السنوات وما بتتأثرش خالص، وبالتالي هي مهمة جدا في هذا الإطار. بص يا استاذ مجدي بقى، احنا لازم لينا قعده، لان انا نفسي اقعد اتناقش مع حضرتك كده قريب في ايه هو ايه السر وراء ان كل كشوفاتنا الاثريه دايما كنا نجد ما هو متعلق بالعالم الاخر، يعني او ما بعد الحياه الاخرى. طب ليه ما عندناش حاجات كتير متعلقه بحياه المصريين القدماء، حياتهم اليوميه زي ما ذكرت، المدارس، المعاهد، البيوت الى اخره، دائما ما نجد معابد ومقابر، مقابر ومعابد. هيبقى لنا قاعده لازم احاول افهم ده قدر الامكان. بس اشكرك جدا 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 على المداخله استاذ مجدي شاكر، كبير المفتشين الاثريين بوزاره السياحه والاثار.